انتشار للواسطة؟ يعني مش بالضبط، يعني هي أكثر بلد فيها انتشار للواسطة بس مش أكثر البلدان، هي أكثر بلد فيها انتشار للواسطة الأردن. مزبوط، أنا معه بأيد يعني، بأيد وبثقة. شوف هلا هذا الحكي كان بالأول مزبوط، بس بالوضع اللي احنا هلا فيه يعني وبالوعي اللي عند الشعب وزي نحكي تغيير المسؤولين للقدماء هلا بطل. لا والله أصابعك مش واحد، والله أكيد في واسطة، وين ما بدك واسطة، الواسطة دائما بتكون موجودة لما يكون في فقر وحاجة للناس بلتجهون يحط واسطة عشان ماشي معاملاتهم. قد يكون في واسطة لكنها ليست بالنسبة اللي بيروجوا لها وبحاولوا يقنعونا فيها، شايف كيف؟ لحتى يشككونا بأنفسنا. وبعدين يا سيدي احنا هي عندنا جهات عديدة بتحاسب على ايش؟ بتحاسب على الواسطة وبتحاسب على الفساد، وجوز نكون احنا أصلح بقعة في الوطن العربي. هو مش بس بالأردن يعني، يعني وين مكان في واسطات، وين مكان يعني بيحكي لك لا ما في واسطة بأي بلد، ما في من هذا الحكي، كل بلد عربية ولا أجنبية اللي يكون فيها واسطة. الواسطة معروفة يعني إيش طبيعي طبعا، يعني هاي الواسطة موجودة في الدول العربية كلها، اللي له معرفة له واسطة بيمشي أموره في حياته كل شيء بجميع المجالات، إيش طبيعي طبعا الواسطة موجودة يا عمي.